بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حالة اليوم عن المكمل الغذائي ديزوفانات كبسول، وهذا المنتج له فوائد عديدة حيث يدعم إنتاج الطاقة والحفاظ على صحة الخلايا ومكافحة الإجهاد التأكسدي، مما يساعد على مكافحة الجذور الحرة وتعزيز الدفاعات، ويعمل على مكافحة الشيخوخة وتأخير أعراضها وتجديد شباب الجهاز العصبي وتعزيز وظائف المخ واستعادة القوة والحفاظ على العضلات، وهو أيضا يدعم صحة الجلد والشعر. الجرعة كبسولة أو 2 كبسولة في اليوم أو حسب إرشادات الطبيب، وتوجد منه عبوتان، عبوة 30 كبسولة والسعر 294 جنيه، وعبوة 60 كبسولة وسعرها 494 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.